معنى آية دحورا ولهم عذاب واصب؟ قال الله تعالى في سورة الصافات: دحورا ولهم عذاب واصب. في سياق الحديث عن الشياطين وقذفهم من كل جانب عند محاولتهم استراق السمع من الملأ الأعلى، ويجب على كل مسلم إدراك معنى آية دحورا ولهم عذاب واصب. وقف الكثير من المفسرين وأهل التأويل عند معنى آية دحورا ولهم عذاب واصب، فقيل أن دحورا أي مطرودين. إن الشياطين يطردون من الاستماع إلى الأحاديث الدائرة بين الله جل جلاله والملائكة في السماوات السبع. واختلف أهل التفسير والتأويل في معنى كلمة واصب، فقيل عذاب واصب أي موجع ومؤلم، وقيل أيضا دائم، وأفضل القولين هو عذاب دائم خالص، وذلك بالاستدلال بما قاله جل جلاله في سورة الصافات في كتابه العزيز في آية أخرى: وله الدين واصبا. فكان وصفه للدين بأنه دائم وثابت وليس مؤلما وموجعا. مما جاء أيضا في تفسير قوله تعالى في سورة الصافات: دحورا ولهم عذاب واصب، ما ورد في تفسير الوسيط للطنطاوي في هذه الآية: دحورا مفعول لأجله، أي قذفوا كما ذكر في الآية السابقة لها من أجل طردهم. فتفسر الآية: كلما حاول الشيطان ومن اتبعه الاستماع إلى الله تعالى والملائكة في السماء، قذفهم الله تعالى بالشهب والنيران المحرقة لإبعادهم وطردهم عن الاستماع، وصاحب ذلك عذاب دائم لا انقطاع له. ومن ناحية أخرى قال السعدي في تفسير الآية السابقة من سورة الصافات: إن ذلك العذاب كان بسبب تمردهم على طاعة الله تعالى وعدم التزامهم بما أمرهم به. وأما ابن عاشور فقال في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الصافات: انتصب المصدر دحورا على أنه مفعول مطلق منصوب للفعل المبني للمجهول يقذفون، فالقاذف هنا معلوم وهم الملائكة الموكلون بذلك، وواصب هو عذاب دائم لا ينفك عنهم ملازم لهم. وقد يكون المقصود بالعذاب هنا عذاب الطرد والقذف. كلما حاول الشياطين أن يسترقوا السمع لمجالس الله والملائكة، فقد جبلوا على تكرار الذنوب والمحاولات، وقد قرأ بعضهم كلمة دحورا بفعل الدال، فتكون مصدرا على وزن فعول، وقد جعلها بعضهم كالفراء اسم فاعل، أي يقذفون بما يدحرهم بدحور ثم حذفت الباء. أما فيما جاء في تفسير الألوسي في معنى مدحورا من الآية الكريمة من سورة الصافات، فمن الممكن أن تكون سببا للقذف، فهي مفعول لأجله، ومن الممكن أن تكون مفعولا مطلقا مبينا للنوع وكذلك مؤكدا لمعنى القذف، كقعدة جلوسا، فهما متلازمان يقوم أحدهما مقام الآخر، وقد قرأ أحدهما دحورا بفعل الدال بفتح الدال عفوا، فتكون بذلك على وزن فعل فعول كطهور وغسول، ومن الممكن أن يكون صفة كصبور، فيكون المراد قذفا صفته دحورا، وقد يكون مصدرا كالقبول.